the bus used to connect the monitor to the CPU is اللي هو ال SCSI. ال PCI ده انا بستخدمه عشان اعمل كونكت الانترنال ديفايسز او الاجزاء الداخليه للكمبيوتر. ال SCSI ده انا بستخدمه عشان اعمل كونكت من الاجزاء الخارجيه اللي اسمها external devices او peripheral devices اللي هي الاجزاء الداخليه بتاعت الاجزاء الخارجيه اللي هي الانبوت والاوتبوت. زي الشاشه، الشاشه تعتبر جزء خارجي، فانا عشان اعمل كونكت مع السي بي يو بستخدم اللي هو ال SCSI بس. طبعا الميموري ده انا بستخدمه عشان الميموري، والرام بس ده يعني كلمة غريبة. Which register can interact with the secondary storage؟ يعني مين الريجستر اللي بيتعامل مع السكندري ستورج اللي هو التخزين ثانوي؟ التخزين الثانوي اللي عندي اللي هو الميموري بتاعتي، اللي بيتعامل معاها هو ال MAR اللي انا بحط فيه العنوان بتاعي. The location where data set stored data is stored is called، المكان اللي انا بخزن فيه الداتا بيبقى اسمه وورد. انا بخزنها جوه وورد، مش بايت ولا ست ولا بلوك. البلوك ده مجموعه من الووردز او مجموعه داتا، مجموعه من الووردز جوه المين ميموري. الست دي حاجه في الكاش، فانا بخزنها في مكان في الميموري، المكان ده اللي هو اسمه وورد اللي هو الويتس بتاعتي. طبعا البايت دي وحده قياس، انا مش شرط ان انا اخزنها في بايت، ممكن اخزنها في اكتر من بايت، لكن انا بخزنها في وورد اللي هي الوورد ممكن تبقى اكتر من بايت. زي الترنيت The alternate way of writing the instruction add 5 و R1 is، يعني بقول لك الطريقة اللي بكتب فيها الانستراكشن اللي هو add 5 و R1 هو طن، يعني مش عارف هو ممكن تبقى الأولانية، هي لو هي مثلا 5 و R1 هي دي كده المفروض القوسين دول معناهم محتويات العنوان الفلاني، فدي طبعا مش ممكنة. طيب ال R1، طب هي الخمسة دي عبارة عن إيه أصلا؟ يعني خمسة دي عنوان في الذاكرة، فانا ممكن اقول له محتويات العنوان 5 مع الار 1 من غير القوسين. طب 5 وار 1 كده بقول له 5 ده اللي هو عباره عن رقم مثلا، فممكن الاجابه اللي هي there is no other way، يعني مفيش طريقه ممكنه. فمش عارف يا الاجابه الصح ايه، او مش فاهم مكتوبها ازاي. هو في السكشن كان بيتكتب بطريقه وفي المحاضره هو قال بطريقه تانية، فموضوع ملخبط. The return address from the interrupt service routine is stored on return address from interrupt service routine. المفروض interrupt service routine ده بيعمل لي بيرجع لي address اللي هو بتاع اول عنوان فيه عشان اروح انفذه. المفروض انا باخد اول عنوان وبخزنه عندي في ال PC اللي هو البروجرام كاونتر. فالاجابه هي بروسيسور ريجستر، ده ريجستر جوه البروسيسور، بخزنه في ريجستر جوه البروسيسور. The signal sent to the device from the processor هي from the processor to the device، هي الجملة متكررة. after receiving an interrupt is، يعني بقول لك انا لما بيجي لي interrupt البروسيسور بيبعت ايه؟ فانا بيبعت interrupt acknowledge، يعني ال input output device بيبعت البروسيسور interrupt signal، فالبروسيسور بيرد عليه ب interrupt acknowledge. when dealing with multiple device interrupts، يعني لو انا عندي اكتر من interrupt، which mechanism is easy to implement؟ مين او مين ميكانيزم اللي سهل ان انا اعملها امبلمنت؟ بيقول لك بولينج ميثود، فاكتورد ميثود، انتربت نيستنج، او نان اوف ذا منشن. هو طبعا ما خدناش حاجه اسمها بولينج ميثود ولا فيكتورد ميثود، ممكن مثلا ما خدناش حاجه من دول او ما اتكلمش عن حاجات زي دي، فما عنديش الا انتربت نيستنج. طب انتربت نيستنج ولا نان اوف ذا منشن؟ طبعا هو الاسهل، يعني خدناه عشان اتعامل مع الانتربت، يا اما النست يا اما الديسيبل، فالاسهل ان انا اعمل ديسيبل، فتبقى الاجابه نون اوف ذا منشن، ان دي اسهل. طب ما هي النستنج سهله برضو، هي اصعب من اصعب من اللي هي الديسيبل، لكن هي ما زالت سهله، انا مش شايف ان هي فيها اي مشكله يعني. طبعا دخلني في حته البريورتي، لكن هو اللي اسهل منها هي الديسيبل، فتبقى الاجابه نون اوف ذا منشنت، او ممكن تبقى الاجابه انتربت نيست، مش عارف يعني. هو التفكير ممكن يجيب دي او دي على حسب اللي انت عايزه. The fastest data access is provided using، يعني بيقول لك اسرع اكسس للداتا مين في دول؟ طبعا ما فيش حاجه اسرع من الريجستر. الريجستر ده موجود جنب البروسيسور بتاعي، فده اسرع حاجه اقدر اوصل لها. During a write operation, if the required block isn't represented in the cache, then ايه اللي بيحصل؟ يعني بيقول لك لو انا لقيت ان الرايت او
during write، لو انا بعمل write، لو البلوك اللي انا عايزه مش موجود في الكاش بعمل ايه؟ طبعا هي write miss، ان انا ما لقيتش البلوك بتاعي. ان مين بروتوكول ذا انفورميشن از دايركتلي ريتن تو ذا مين ميموري، ده ما خدناش حاجه زي كده. ان اسوسييتيف مابنج او في الاسوسييتيف مابنج، ان 16 بت سيستم ذا تاج فيلد هاز كام بت، يعني بيقول لك لو 16 بت سيستم، 16 بت مش فاهم، ممكن يكون الورد بتاعتي 16 بت او حجم الادرس 16 بت. طب لو هو الادرس 16 بت فالورد ممكن يشتغل عليها ان هي 8. طب ما هو لو الورد 8 فانا في الاسوسييتيف انا بتقسم لورد وتاج، فانا عندي الورد هتاخد مثلا ممكن يبقى عندي 8 وورد. طب ما عايز التاجز اللي عندي ناقص، يعني مفيش اي حاجه، يعني في احتمالات كتير، فمش عارف، في اسئله غريبه اصلا في الامتحان ده. Which of the following is or are components of an instruction fetch، يعني بيقول لك مين من الحاجات دول بيحصل في لما اجي اعمل fetch للانستراكشن. The content of the PC register are copied to the MAR، يعني باخد المحتوى بتاع البي سي او اوديه للام اي ار، طبعا ده بيحصل. Interrupts are checked out، يعني هل بشوف في انتربت ولا لا؟ ده وانا بعمل فيتش؟ لا، انا بشوف قبل ما اعمل فيتش. ذا كونتنت اوف ام دي ار كوبي تو اي ار، طبعا انا باخد الداتا من الام دي ار بحطها عندي في الاي ار، فتبقى الاجابه هي رقم 1 و3 اونلي، اللي هي الاجابه رقم سي. ا كمبيوتر هاز ا ميموري اوف 512 وورد اند ا وورد ويدث اوف 24 بت، اتش انستراكشن از 1 وورد وايد and contains two direct memory reference، how many different opcodes possible in the in this machine، يعني بيقول لك انا عندي الميموري بتاعتي 512 وورد، وكل وورد هي عباره عن 24 بت، والانستراكشن بياخد 1 وورد بس، وبيبقى فيه 2 ميموري ريفرنس، عايز يشوف عدد الاوبكودز او عدد الاحتمالات بتاعه الاوبكود. طيب انا عندي الكمبيوتر بتاعي او الميموري 512 وورد، يبقى انا عندي كام ادرس؟ يبقى عندي 512 ادرس. طيب ال 512 ادرس هفرق بينهم بقد ايه؟ 512 هفرق بينهم بتسعه، اللي هي 2 اس 9 بيساوي 512، يبقى انا كده محتاج 9 بت عشان افرق بين 512، يبقى حجم الادرس بتاعي هو 9 بت، يبقى كل ادرس حجمه 9 بت. طيب الانستراكشن بتاعي فيه 2 ادرس، يبقى فيه كام؟ 9 زائد 9 18. طب حلو، فيبقى الانستراكشن بتاعي فيه 18 بت مخصوصة للاتنين ادرس بس. طيب الانستراكشن اصلا كله قد ايه؟ الانستراكشن كله 24 بت، اللي هو حجم الورد بتاعتي، الورد 24، فيبقى الانستراكشن كله 24 بت. طب الانستراكشن 24 وانا خدت منهم 19 للادرس او للاتنين ادرس بتوعي، فيتفضل معايا خدت 9 و9 خدت 18، فيتفضل معايا 6، فتبقى الاجابة 2 اس 6. If the register R0 initially contains 17، what will be the value after executing the arithmetic shift right، يعني دي المفروض shift right instruction، A shift R اعمل shift right 5 مرات لل R0، اعمل لي shift right 5 مرات لل R0. طيب هعمل shift right 5 مرات لل R0، هو بيقول لك في البدايه كان في 17، طب ال 17 دي تمثل 1 3 اصفار 1، هعمل shift right 5 مرات. طيب لما اعمل اول مره الواحد ده بعمل شيفت رايت، فانا بعمل ازاحه للارقام بتاعتي ناحيه اليمين، فالواحد اللي في الاول ده هيروح هيطير وهحط صفر في الاخر، بعمل شيفت رايت، فالواحد ده هيخرج من الحيز بتاعي، فيبقى عندي اول شيفت هيبقى الاجابه كده او ده الناتج بتاعها، بعدين هعمل شيفت تاني، شيفت تالت، شيفت رابع، شيفت خامس، في الاخر هوصل ان الريجستر بتاعي فيه صفر، بعد ما اعمل شيفت 5 مرات هيبقى فيه صفر. Which of the following best describe the bob instruction assuming a non-empty stack، يعني بيقول لك مين من دول بيعمل او الاحسن ان انا اعمل بوب وانا يعني الانستراكشن بتاعي وانا بعمل بوب من الستاك. بيقول لك decrement sb then copy sb into source operand، الsb ده يعني على حسب ما استنتجت هو بوينتر بيشاور على اخر حاجه موجوده عندي في الستاك اللي هو التوب بتاع الستاك. طيب لو انا عايز احذف من الستاك هل هنقص التوب وبعدين اخد القيمه بتاعته؟ لا طبعا، المفروض اخد القيمه قبل ما انقص التوب، فتبقى الاجابه هي رقم بي، ان انا باخد القيمه بحطها في السورس اوبراند، ده الاوبراند اللي انا عايزه، وبعدين بعمل ديكريمنت للاس بي.
طيب how can the instruction format be changed to allow more opcode؟ يعني بيقول لك لو انا عايز اغير في الانستراكشن بتاعي ممكن اغيره ازاي عشان يبقى فيه الاوبكودز اكتر. طبعا المفروض ان انا ازود الحجم بتاع الانستراكشن. بيقول لك هنا decrement the length of the opcode field، طبعا لا ده هيقلل لي الاحتمالات بتاعت الاوبكودز بتاعتي. removing the branch instruction ملوش اي علاقه اصلا. using large memory ملهاش علاقه برضو، ممكن يكون لارج ميموري يعني حجمها اكبر، لكن الوورد ممكن يكون ثابت تبقى نون اوف ذا ابوف. المفروض ان انا ازود مساحه الانستراكشن. consider a computer system with a n byte main memory and n small byte cache memory. if direct mapping is used how many bits are needed for the tag field؟ يعني بيقول لك انا محتاج كام بت عشان امثل التاج فيلد. طيب انا عندي الميموري بتاعتي n كابيتال والكاش n سمول. طيب انا هفترض ان البلوك بتاعي بيحتوي على عدد من الوردز اسمه اكس، يبقى انا كده عندي عدد البلوكس كام؟ عدد البلوكس هو ان على اكس. طيب عدد البلوكس ان على اكس. طب عدد اللاينز، يبقى عدد اللاينز هو ان سمول على اكس برضو، لان اللاين هيبقى فيه عدد نفس عدد الوردز بتاعت البلوك. يبقى انا كده عندي اللاينز اللي موجوده في الكاش هي ان على اكس، ان سمول على اكس، وعندي البلوكس اللي موجوده في الميموري هي ان كابيتال على اكس. يبقى انا كده كل لاين هياخد كام بلوك؟ هقسم الاثنين على بعض، ان على ان كابيتال على اكس على ان سمول على اكس، فطلع لي في النهايه ان كابيتال على ان سمول. ده عدد البلوكس اللي موجوده في كل لاين. طيب عشان افرق بينهم هحتاج كام بت؟ هحتاج لوج الكلام ده للاساس 2، فتبقى الاجابه هي رقم ايه. Which of the following assumption isn't one of the von Neumann architectures؟ يعني بقول لك مين من الحاجات دي مش تبع الفون نيومان اركتكتشر. One memory is used to store data and another is used to store instruction. طبعا دي مش تبعها اصلا، يعني دي مش تبع الفون نيومان. هو الفون نيومان قال لك انا عندي الانستراكشن والداتا بيتخزنوا في الميموري، وبيتخزنوا ب يعني الترتيب او اللوكيشن ممكن ياخد اي حاجه عندي، والانستراكشنز بنفذها بالترتيب. هم دول الثلاث فروض بتوع الفون نيومان. فطبعا انا ما بستخدمش ميموري لكل حاجه، هي واحده ميموري واحده بس، يبقى كده اول واحده دي مستبعده او هي معايا في الاجابه اصلا او هي غلط. يعني اكسكيوشن اوكرز ان سيكوينشال فاشن، يعني الاكسكيوشن بيحصل بالترتيب. طبعا دي الفون نيومان بيقول لك كده بيحصل بالترتيب، انا منفذ البرامج والاكسكيوشن بيحصل بالترتيب. content of memory are addressable by location regardless of the data type. طبعا انا قال لك الميموري بتاعتي بعمل لها ادرس، اللوكيشنز بتاعتي او كل لوكيشن ليه ادرس، والادرس ملوش اي علاقه بالداتا تايب بتاعتي. تبقى الاجابه هي رقم A. which of the following isn't an architectural feature of computer system؟ يعني مين من دول مش تبع الاركتكشر او الكمبيوتر اركتكشر؟ instruction set طبعا دي تبع الاركتكشر، دي حاجه تهم البروجرامر. whether there is a hardware multiplication unit or not، حته الهاردوير مالتيبليكيشن يونت دي اللي انا حاسس عنها لقيت ان هي الوحده اللي بتعمل عمليات الضرب جوه البروسيسور، فطبعا دي حاجه ما تهمش البروجرامر، فيبقى هي دي مش تبع الاركتكشرال فيتشر. تبقى الاجابه بتاعتنا رقم بي. طبعا number of bits used for data دي طبعا تهم البروجرامر. الانبوت اوتبوت ميكانيزم برضه تهمه. whether there is a divide instruction or not طبعا لازم بعرف في instruction ولا لا، يعني ايه instructions اللي موجوده عنده. فتبقى الاجابه بتاعتنا هي رقم بي، هل في multiplication unit ولا لا. هو ما يهموش يعرف هل في multiplication unit ولا لا. consider two different computing application a mobile wireless internet device and a server for processing transactions for a large bank. what are three design considerations that differentiate the design of a computer for these two applications domain. مش فاهم هو السؤال عايز ايه اصلا. what are the main tasks that a standard interrupt service routine must accomplish. يعني بقول لك الانتربت سيرفيس روتين المفروض هو بيعمل ايه. المفروض الانتربت سيرفيس روتين هو يعني بيعرفني لما الانبوت اوتبوت اوبريشن بتخلص. A cache may be organized such that in one case there are more data elements per block and fewer blocks. يعني بيقول لك انا ممكن يبقى حجم البلوك بتاعي كبير لكن عندي بلوكس صغيره، او ممكن يبقى عندي حجم البلوك صغير ولكن البلوكس بتاعتي كبيره.
بيقول لك في كل واحدة حجم الكاش بيفضل زي ما هو، يعني حجم الكاش مش هيتأثر معايا في حاجة. أنا عندي نفس الكاش، يا إما أستخدم بلوكس كبيرة مع عدد صغير من البلوكس، يا إما أستخدم عدد بلوكس كتير مع حجم صغير للبلوك الواحد. What are the pros and cons، اللي هي المميزات والعيوب بتاع كل واحدة فيهم. وبيقول لك with a short example assuming that the cache is direct mapped، يعني بيقول لك أنا شغال في الدايركت ماب. طيب أنا في الدايركت ماب أنا بروح بجيب البلوك مباشرة، يعني أنا بروح للبلوك مباشرة، فمش هيفرق معايا هل أنا عندي بلوكس كتير ولا عندي بلوكس صغيرة. فحتة الدايركت ماب، حتة الأكسس دي مش هتفرق. طيب اللي هيفرق معايا إيه؟ اللي هيفرق معايا الريبليسمنت. يعني أنا مثلا لو أنا عندي عدد بلوكس صغيرة ولكن فيها داتا كبيرة، فأنا بجيب البلوك وبحطه عندي. طيب كده لما حجم البلوك بتاعي بيزيد، فكده البلوكس لكل لاين عددها هيقل، يعني هو حجم البلوك زاد فعدد البلوكس بقى أقل، فكده كل لاين هياخد عدد أقل من البلوكس. فأنا كده حتة التبديل أو احتمالية إن أنا أقعد أبدل البلوك بتاعي كل شوية في نفس اللاين، يعني زي ما قلنا العيب بتاع الدايركت ماب إن أنا ممكن يبقى عندي اللاين في بلوك معين أنا محتاجه دلوقتي، طيب بعد كده محتاج بلوك تاني ممكن يكون هو محتاج نفس اللاين بتاع البلوك الأولاني، فأنا بقعد أبدل بينهم. فهنا حتة التبديل يعني مش هبدل كتير، أو عمليات التبديل مش هتحصل كتير لأن أنا عندي البلوكس، فالاحتمالات بتاعتي قلت. طيب لو انا عندي بلوكس كتير، طبعا انا جبت داتا شويه صغيره فالبلوكس زاد، في عدد احتمالات ان انا اقعد اغير في البلوك بتاعي عدد الاحتمالات بتاعها زاد. فتبقى كده يعني الميزه بتاعت الاولانيه هي دي ميزه وعيب، يعني اعكسها بقى. يعني مثلا في الاولانيه الميزه بتاعتها ان انا الاحتمالات بتاعت البلوكس قلت. طيب احتمالات ان انا اعمل تبديل للبلوكس بتاعي قل لان انا عندي عدد اقل من البلوك. طيب عيبها ايه؟ عيبها ان انا باخد او بنقل داتا كبيره، يعني ممكن انقل نقل الداتا من الميموري للكاش هياخد وقت كبير على الباص بتاعي لو انا بستخدم نفس الباص، انا بنقل داتا كبيره داتا اكبر. عكسها بقى في الناحيه التانية، consider a 16 way set associative cache، يعني بقول لك اعتبر ان انا عندي كاش هي 16 way set associative. الداتا وورد ار 64 بت والوورد ار ادرس تو هاف وورد، يعني انا عندي حاجه اسمها داتا وورد يعني الداتا بتاخد 64 بت والادرس او الوورد بيعمل لها ادرس على الهاف وورد، فمعنى كده ان الداتا وورد بتساوي 2 من الوورد بتاعتي او واخده 2 ادرس. ذا كاش هولد 2 ميجا بايتس اوف داتا، اتش بلوك هولد 16 داتا وورد، فيزيكال ادرس ار 64 بت لونج. عايز بقى البيتس اوف تاج والاندكس والاوفست ار نيدد تو سبورت ريفرنس تو ذيس كاش. طيب انا عندي الداتا وورد 64 بت، يبقى الوورد عندي 32 بت لان هو قال لك الادرس لهاف وورد، يبقى الوورد عندي 32 بت. طيب انا عندي الكاش 2 ميجا بايت، يبقى حجم الكاش هو 2 اس 24 بت. طيب حلو، يبقى انا عندي الوورد 32 بت والكاش حجمه كله 2 اس 24 بت. انا باخد المعلومات وبحاول استفيد منها باي حاجه، وفي الاخر بقى بفكر في تقسيمه الادرس بتاعي، اطلع المعلومات بس واجيب معلومات اكتر عن الكاش والميموري وحجم الادرس والكلام ده كله. طيب قال لك كل بلوك بياخد 16 داتا وورد، 16 داتا وورد يعني البلوك الواحد فيه 32 وورد، 32 وورد معنى كده ان حجم البلوك هو 2 اس 10 بت. حلو، انا كده جبت حجم البلوك وانا عارف ان حجم البلوك بيساوي حجم اللاين، وانا هشتغل على البت عشان انا يعني هو في البدايه خالص مديني اللي هي 64 بت، فالاحسن ان انا اشتغل على البت ما اشتغلش على البايت او ما اشغلش بالي يعني هو بايت ادريسابل ولا لا. هو طبعا هنا مش بايت ادريسابل لان عندي 32 بت الوورد، فهو كل 5 بايت هو مديهم ادرس، فانا اشتغل على البت احسن. وصلت ان حجم البلوك هو 2 اس 10 بت وانا عندي 32 وورد وكل وورد حجمها 32 بت، يبقى 32 في 32 يبقى 2 اس 10 بت، ده حجم البلوك بتاعي.
وهو هو حجم السايت، حجم اللاين، حجم اللاين هو هو حجم البلوك، يعني باخد البلوك بحطه في لاين، يبقى حجم اللاين اللي في الكاش هو 2 اس 10 بت. طيب يبقى انا كده عندي كام لاين جوه الكاش؟ انا لقيت ان الكاش بتاعي حجمه 2 اس 24، وانا عندي حجم اللاين 2 اس 10، يبقى انا عندي 2 اس 14 لاين، هو حجم الكاش على حجم اللاين يديني عدد اللاينز اللي عندي. طيب حلو قوي، انا عندي 2 اس 14 لاين. طيب هو قال لي ان هو 16 واي، 16 واي يعني كده كل ست فيها 16 لاين، يبقى انا عشان اجيب عدد الست هاخد عدد اللاينز واقسمها على 16، اللي هي 2 اس 14 على 2 اس 4 يديني 2 اس 10، يبقى انا عندي الست بتاعتي او عدد الست هو 2 اس 10. طب 2 اس 10 دي افرق بينهم بكام بت؟ وانا افرق بينهم ب 10 بت، لما 2 اس 10 فيبقى الست بارت او الجزء بتاع الست هو عباره عن 10 بت. طيب عندي اللاين بيساوي 32 وورد، انا مطلع ان اللاين البلوك الواحد فيه 32 وورد، فهو برضو اللاين هيبقى فيه 32 وورد، يبقى انا كده الجزء بتاع الوورد هو عباره عن 5 بت، ان انا عندي 32 افرق بينهم ب 5 بت، اللي هي 2 اس 5 ب 32، او لوج 32 للاساس 2 يطلع لي 5، يبقى انا كده جبت الست ب 10 والوورد ب 5، وهو قال لي ان الادرس كله 64 بت، يبقى اللي فاضل 49 بت للتاج، يبقى الجزء التاج 49، جزء الوورد ب 5 وجزء الست بيساوي 10.